بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي نهاية المشهد العظيم والموقف الذي يعجز اللسان عن وصفه من صبر إبراهيم على قدر الله وأمره، ومن صبر ولده إسماعيل حينما أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح ابنه، فقال الغلام: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم صبر ومضى إبراهيم خليل الله يقضي أمر ربه سبحانه وتعالى، حتى إذا أراد ذبح ولده حيل بينه وبين ذلك، ثم كما قال الله جل وعلا: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين عزاء لكل مسلم يصبر على طاعة الله جل وعلا ويترك المحرمات ويؤثر على نفسه فيعفو ويصبر ويلازم الخير والطاعات ويبتعد عما التهى فيه كثير من الناس في زماننا هذا. فإن الدنيا ولا سيما في زماننا هذا حلوة خضرة افتتن بها كثير من الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذا كله متاع الحياة الدنيا، أما إبراهيم فقد قدم ولده الذي رزقه على كبر طاعة لله واستجابة لأمر الله. نحن ذكرنا هذه القصة من ضمن بر الأبناء بآبائهم. أيها الإخوة الكرام، وأمام هذا المشهد العظيم لنقف مع أنفسنا ونتأمل حال كثير من الصالحين قبل غيرهم في برهم بآبائهم وأمهاتهم. يجد بعض الأبناء سبباً ليعق والديه أو ليعق والده أن يقول: تركنا ونحن صغار ولم يهتم بنا، وإبراهيم قد ترك إسماعيل في واد غير ذي زرع مع أمه. فإن قال قائل: ولكن الله الذي أمر، فإن الله هو الذي أمرك أن تبر والديك ولو كان كافرين. والبر إنما هو لأن الله أمر به، ولأنه شكر لمن كان سببا في وجودك في هذه الدنيا والوقوف معك منذ أن كنت طفلا صغيرا ضعيفا يرعيانك ويسهران عليك، لكنك حينما تنسى ذلك فأنت تعاملهم بما أنت عليه أو بما ترى نفسك فيه من قوة وقدرة. بعض الأبناء يقول: أنا أصلا لم أشعر به، لم يقف معي في يوم. وبعضهم يجعلها قضية مقابلة: إن أطاعني أطعته، وإن خدمني خدمته، وإن وقف معي وقفت معه. وهذه من العادات التي وصلت إلينا من الكفار الذين لم تبق بينهم روابط تجمع بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته وبين الابن وأبيه والأخ وأخيه. فلا يبلغ الشاب أو الفتاة 18 عاما حتى يخرجوا من بيوت أهلهم، ثم لا يكادون يرونهم، وقد تمضي السنوات تلو السنوات فلا يعلم أحد بهم شيئا. وبعضهم يبر والديه ما دام هذا الأمر يلاقي من نفسه رضا وراحة، حتى إذا كلفاه أو طلب منه ما يشق عليه جاء بالأعذار، وأكثر وجاء بأعذار وسيجد لنفسه أعذارا. أيها الإخوة، كل من أراد العقوق سيجد لنفسه عذرا، كما وجد إبليس لنفسه عذرا حينما أبى أن يسجد لآدم ويطيع أمر ربه سبحانه وتعالى. والحجة لا تغيب عمن أرادها، ولكن المسلم المؤمن الصادق هو الذي يقف أمام الحق ولو كانت نفسه لا تشتهي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الآية كيف يصنع بها أولئك الذين يغيبون عن أبائهم وأمهاتهم، بل يرفعون أصواتهم عليهم، بل قد يصل الحال بكثيرين أن يلعن والديه والعياذ بالله، أو أن يمد يده عليهما. نسأل الله عز وجل ألا يبتلينا بهذه المصيبة العظيمة. نقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى سنكمل بقية الفوائد، وقد أطلنا في قصة إبراهيم وفي الفوائد المستقاة منها، لأن هذا ما نرجوه، وهو تزكية النفوس والسير على ما كان عليه أنبياء الله جل وعلا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.